ده النهارده بيان وزاره التومين فضيحه، النهارده بيان وزاره التومين بيان فضيحه. خليني اقرا لك بيان وزاره التومين علشان عندي حاجه مهمه جدا. خليني اقرا لحضرتك بيان وزاره التومين اهو، بيان رسمي من وزاره التومين، مش عبد الناصر ولا علاء حمام ولا محمد مهدي، بيان رسمي من وزاره التومين. بيان رسمي طالع النهارده من وزاره التومين، ما استنوش حتى الاجازه تخلص، لان الامر بجد خطير، الامر بجد خطير، والامر يحتاج الى ضروره وقفه، لانه مش هيستنوا تحصل فتنه في الشارع بين الناس. بص حضرتك شايف، بص شايف، ادي البيان بتاع وزاره التومين حضرتك اهو. الزمالك لم يحصل منا على شهاده تسجيل نادي القرن. أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان مقتضب أن نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة تجارية باسم نادي القرن الحقيقي في 5 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن التقدم بطلب لا يعني الحصول على العلامة التجارية. وأوضح المصدر في تصريحات إعلامية الجمعة أن العلامات التجارية لها مسار يتم اتباعه وفقا للوائح المنظمة للأمر، يبدأ بعرض النشاط الكامل بالمنتجات أو الخدمات التي يتم وضع العلامة التجارية عليها على أحد المختصين لبيان الفئة أو الفئات التي سيتم تسجيل العلامة التجارية عليها وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات بإصداره الأخير، ويتم عمل استعلام على الاسم أو الإشعار المطلوب تسجيله على الفئة أو الفئات التي يتم تسجيل العلامة التجارية عليها للتأكد من توافره للتسجيل. وبناء على ذلك لم يحصل الزمالك منا على أي علامات تجارية، وإنما تقدم بطلب مثله مثل أي حد. حد مننا برضي من الإخوة الإعلاميين كلمته المحترمين، تواصل مع الدكتور علي مصلحي، وأنا بقول لك أهو أول رد من وزير التومين أقوله لك أنا انفراد أهو. الدكتور علي مصلحي قال لك، قال للاخوه الزملاء اللي بيغطوا وزاره التومين والاخوه المحترمين في الاهرام وفي الاخبار وفي الجمهوريه النهارده، كل اللي كلمه قال لهم احنا بنتلقى 2000 طلب شهريا، 2000 طلب شهريا لتسجيل علامات، لا نعرف فيها مين اهلي ولا نعرف فيها مين زمالك ولا نعرف فيها مين حاجه، بل بالعكس الأستاذ علاء حمام هينفرد معاكم بحاجة مهمة جدا ومن العيار الثقيل، زي ما كنا أول ناس امبارح قلنا إن دي ورقة ملهاش 60 30 لازمة، ملهاش 60 30 لازمة، ملهاش 60 30 لازمة، ملهاش 60 30 لازمة، ملهاش 60 30 لازمة كده، وغنيها دي ورقة إيه ملهاش 60 30 لازمة، زيها زي البليلة بالظبط. أنت اللي بتجيب التهزيق لفرقتك والناديك ولجماهيرك، جمهورك العظيم الشريف المحترم اللي لازم نبعده عن هذه المهازل، والكيان لازم نبعده عن هذه المهازل. سيذكر التاريخ ليك انك انت عملت في النادي ما لا يعمل يا اخي، كل خصومك لو اجتمعوا لن ينالوا من النادي كما نلت منه انت، لن ينالوا من النادي كما نلت منه انت، لن ينالوا من النادي كما نلت منه انت، لن ينالوا من النادي كما نلت منه أنت. يعني إحنا لو مأجرين ناس تعمل كده في النادي مش هيبهدلوا النادي زي ما أنت عملت فيه. وعايز أقول أقسم بالله العلي العظيم، لو أن ما حدث الآن يحدث من الأهلي تجاه الزمالك كان هيكون موقفي على نفس الدرجة. عم سمير زكي يا جميل، سمير بيه، علي عبد الصمد منصور، أقسم بالله والله على ما أقول شهيد، أنا هنا صاحب كلمة حق، بستقوى بأهل الحق ولا أستقوى بالألوان، أستقوى بالله عز وجل. الأهلي أكبر من إن أنا أتكلم بصوته، لأن الأهلي عنده أصوات كثيرة تتكلم باسمه وتجيب أي حد لمسة أكتاف وتأدب أي حد. ولكن قبل ما أقول بدافع عن الأهلي بدافع عن الحق، لأن الأهلي هنا صاحب قضية حق، أما الآخرين فأصحاب قضية باطل. ضللهم هذا الزلنطحي الأفاق، ضحك عليهم، بدأها معاهم بريحين الفيفا ماشي وصدقوه، الفيفا قلبت محكمة رياضية ماشي وصدقوه، فجأة لا لقينا فيفا ولا محكمة رياضية ولقينا محمد البيومي بيبيع الوهم للجماهير ماشي وصدقوه، خرج علينا قال لك القضية من سنة ونص لـ7 سنين ماشي وصدقوه،
فجأة قال لك لا ده انا هقدم مذكرة لاتحاد الكرة المصري. برضي ماشي والمغفلين صدقوه، وبقول بعضهم لان هذا النادي جمهوره عظيم وله منا كل الاحترام والتقدير. كابتن الاستاذ طاهر ابو زيد المذيع المتألق نجمنا ونجم راديو مصر العظيم المحترم طاهر ابو زيد مساء الفل، كابتن خضر هاشم مساء الفل. وقعدوا يصدقوا في فايزه وفايزه مش عايزه، ويصدقوا في الزلنطحي والزلنطحي اونطجي، ويصدقوا في المدبولي والمدبولي بلالومي، وكله بيضحك على كله والضحيه الجمهور العظيم. صفصفت الدنيا على ايه؟ 7 سنين ورايحين لاتحاد الكوره. بعد 7 سنين ورايحين لاتحاد الكوره، من اتحاد الكوره هنروح للكاف، من الكاف رايحين للام، ومن لام رايحين لميم، ومن ميم رايحين لزين، ومن زين رايحين لخه، ومن خه رايحين لفه، ومن فه رايحين لقاف، ومن قاف رايحين لنون، ومن نون رايحين لميم، ومن ميم رايحين لتال، ومن دال رايحين لته، ومن ته رايحين لسه، ومن سه رايحين لفه، ومن فه رايحين لقاف، ومن قاف رايحين لمش عارف مين. واشتغل الهطل على المش عارف ايه، واشتغل الكذاب الاشر، ولسه في مغفلين بيصدقوه. لغايه ما فوجئنا لقينا نفسنا جوه وزاره التومين، والتومان يا تومين واديني في اللالول يا معلم. ايوه زي ما انتوا فاهمين، لقينا في الاخر قدامنا وزاره التومين، لقينا نفسنا قدام معالي الوزير المحترم علي بيه مصلحي. اهلا ازيك يا علي بيه؟ لعلك بخير يا علي بيه، ايه الاخبار يا فندم؟ اخبار مدرب المنتخب القومي ايه؟ انا يا ابني مالي ومال مدرب المنتخب؟ ما هم حضرتك بيقولوا انك انت بقيت مسؤول عن الكوره. كوره مين يا ابني؟ والله احنا سمعنا يا فندم انك انت مسؤول عن الكوره، فطمنا هو الكابتن حسام التومين بتاعه بيوصل في المواعيد ولا في تاخير؟ طب الجهاز المعاول للكابتن حسام البدري اخباره ايه في الزيت والسكر؟ طب طمنا على الكابتن شوقي غريب والمنتخب الاولمبي بياخدوا رز كويس ولا مكرونه ومن غير رز؟ طب الكابتن ربيع ياسين وجهازه المعاون حضرتك هتصرف لهم ايه الشهر ده؟ عدس بدل الرز ولا فراخ بدل اللحمه؟ والبيض على مين؟ 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 اديني في الهايف يا ناناناس. احنا كده، احنا دلوقتي النهارده اديني في الهايف يا ناناناس. لا يمكن اللي احنا شفناه امبارح يكون عند ناس لديها شيء من العقلانيه، والعقل لا يمكن. وزارة التومين مين يا حلولي؟ تومين مين يا واد يا بتاع التومين؟ على رأي عم حسن عفرجكم عليه دلوقتي، قال لك بص البطولة في ايدها يا محمد. انا دلوقتي ما بشربش شاي اهو، بص يا محمد، يا محمد ما اوعى حضرتك بدءا من النهارده ما تقولش عايز اشرب شاي. اعمل لي لو سمحت كوباية كاس افريقيا 3 معالق سكر. اوعى حد من النهارده يقول عايز اشرب شاي، لا خلاص. التومين مسؤول عن البطولات، التومين مسؤول عن البطولات. حضرتك كده لما تقوم الصبح عايز تشرب الشاي بتاعك تقول لمراتك على مزاجك بقى، عايز كوباية كاس افريقيا ولا كوباية افرو اسيوي ولا كوباية حضرتك كاس كؤوس ولا كوباية دوري الابطال. لا بتشرب حلبه مستكاوي معاك ربنا بقى، كفايه الحلبه اللي احنا شاربينها. رشا اباظه بتقول لك انا بشرب شاي سوبر. حلوه حضرتك كده وانت والمدام عندك ولا امك ربنا يديهم الصحه بتطبخ، ما تقولش يا بنت هاتي معلقه زيت ولا سمنه، يا بنت اديني كورنا من الصينيه. والله العظيم العجل وقع على بطنه. والله العظيم، والله العظيم وقع. زيت وسكر زائد رز يديك ننص، عبيله واديله، ودي جامد عشان جامد لسه ما خدش. اشكركم شكرا جزيلا على نجاح حلقه امس، وعلى المشاهده الكبيره التي كانت مسار حديث كل الناس. اشكركم شكرا جزيلا، واذا كنا قد اجتهدنا فهذا اجتهادنا من أجل إرضاء ضمائرنا وربنا أولا، ثم بعد ذلك حضراتكم
الذين أنتم أصحاب التأثير والذين تعطون القوة بما تفعلونه من تأثير معنا ومن فيديوهات بتشيروها ومن لايكات ومن تعليقات ومن متابعات ومن بوستات بتتكتب ورسائل بترسل للأصدقاء عشان الناس تتفرج علينا. لسنا قناة فضائية، ولكن تأثيرنا بفضل الله وحضرتكم فاق العديد من القنوات الفضائية، لأن من كان معه الله فمن عليه، واللي ربنا سبحانه وتعالى يخلي وحوك زيكم في ظهره فمن ما يخاف، لا يخاف إلا الله. ودي جامد عشان جامد لسه ما خدش. بشكر كل صفحات الأهلوية النهاردة اللي شيروا وقالوا كلمة محترمة واتكلموا عن الحلقة وشكروني، بشكرهم شكرا جزيلا.